الإنسان الحي. الإنسان الحي في هذه الحياة يعيش بين الله والكون والمجتمع، والإنسان المسلم الذي يمثل الإنسان الكامل هو الذي يعيش حياة واعية مترابطة بين هذه الثلاثة، ويستمد من كل واحد منها قوة وسعادة تعينانه على تأدية الحياة، فيوجه عقله للتعامل مع الله تعالى، ويكرس روحه للتفاعل مع الكون، ويخلص عاطفته للتلاقح مع المجتمع، ويستخدم جسمه لتنفيذ إرادة العقل والروح والعاطفة.